الحياة. Tout de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. Tout de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم نسي الكل، أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فان في ريكاب ميدي. موعد جديد باش نتناولوا فيه جملة من الأخبار على صعيد المحلي والوطني وكذلك الدولي. نرجع بالتحليل والنقاش على أبرز التصريحات في 24 ساعة الأخيرة. تنجموا تسمعونا على البوند فام 90.3 الحياة فام، سينو تلقاو لفيديو لايف بتاعنا على الباج فيسبوك إذاعة الحياة مقابلتها بالفرنسي الحياة فام، أو بيان تسمعونا على لايف ستريمينج على سيت ويب بتاعنا الحياة فام .net. رحب بفريق العمل معايا لليوم، أمنة بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سهيل في الديجيتال، معكم سهام حمدي في الميكرو من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجع على الحادث اللي جاد في تونس العاصمة اليوم، اصطدام بين 9 سيارات وزوز حافلات في طريق المطار تونس العاصمة يسفر عن تسجيل 5 إصابات. البريد التونسي يؤكد أنه لا تغيير في التوقيت الرمضاني بالنسبة لأعوان البريد اللي كانوا دخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية. باش نتابعوا هذا الموضوع. نرجو زيادة على قرار الترفيع في أسعار الحبوب في تونس ومدى دعم الفلاح التونسي. نرجو على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في مدينة المنستير البارح، نحكيه على المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، الحوار الوطني ونظام الاقتراع وغيرها من التفاصيل. نحكي هو في ديفيغ نيوز لليوم على الانتخابات الرئاسية الفرنسية والمنافسة الشديدة بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، وهل سيحافظ ماكرون على تواجده في قصر الإليزي أم أنه الفرنسيين باش يختاروا رئيس جديد لفرنسا، وأي انعكاسات على الجالية العربية في فرنسا مع الرئيس الجديد للبلاد. هذا وأكثر يسنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي، موصين معكم حتى لساعتين، مرحبا بكم من نسي الكل. ريكاب ميدي وكل عادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي، نحكي على حادث تصادم مجموعة من السيارات وزوز حافلات في تونس العاصمة. باش نرجو بأكثر تفاصيل على هذا الحادث، صورة الحادث والحصيلة مع السيد العميد معزة ريعة النطق الرسمي باسم الحماية المدنية. السيد العميد مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك وتحية ليك وتحية للسادة المستمعين. شكرا جزيلا ليك سيد العميد. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل بخصوص الحادث اللي جد في طريق المطار في تونس اليوم. هو اليوم الصباح حوالي الساعة 6:35 جد يعني حادث انزلاق نتيجة الأمطار اللي تعادلت على تونس العاصمة، أمطار خفيفة هي كانت انتج عليه تصادم بين سلسلة من السيارات، 9 سيارات وزوز حافلات نقل عمومي وسيارة تاكسي جماعي. ذلك على المستوى الطريق الشعاعي الليكس في اتجاه المطار، مستوى قنطرة المنزه السادس في بوك العرب. بالنسبة للحادثة هذه والحمد لله ومن ألطاف الله ما سجلناش يعني خسائر بشرية حيث وفاة، وحتى الإصابات ما في إصابات خطيرة ما تشكلش خطورة. عندنا 5 مصابين تم نقل 3 منهم إلى مثلا مستشفى الرابطة بالعاصمة، وزوج منهم تم نقلهم مثلا إلى مستشفى الشرنيكول بالعاصمة. 3 مصابين هما من بين ركاب الوسائل الخفيفة، وبالنسبة لزوج المصابين هما من ركاب التاكسي الجماعي. الحافلات سيد العميد كان فيهم ركاب وقت اللي صار الحادث؟ أي تمام، هو كما قلت لك من ألطف الله الحمد لله البشرية والحمد لله.
يعني التصادم كما قلت لك هو باعتبار أنه الوقت ذلك وقت مثل الذهاب مثل الناس ماشي للعمل نتاعها ما حكيت 7 إلى 4 يعني مع بعض الأمطار اللي خلت الطريق مثلا يزلق مثلا وقع انزلاق سيارة وقع تصادم باقي السيارات اللي دخلت فيها الحمد لله على اللطف. فما سيد العميد زاد حادث آخر في ولاية قابس لو كان تعطينا أكثر تفاصيل عليه. هو بالنسبة للحادث الآخر هو كيف وقع اليوم حوالي الساعة 8 صباحا، هو اصطدام بين شاحنة وسيارة بالطريقة السريعة على مستوى مفترق وزرس من معتمدية المطويل. الحادثة ذي للأسف خلف حالة وفاة على عين المكان والمصاب ذي عنده إصابة بالساق اليمنى تم نقله إلى مستشفى جبس. ربي يشفي المصاب وإن شاء الله ربي يرحم المتوفي. سيد العميد، رسالة للسيدة المستمعين مستعملي الطريق، شنو تنصحهم شنو تقول لهم؟ هو بطبيعي النصيحة نتاعنا مثلا هي إنه سلامته قبل كل شيء وما تتوخي الحذر وما تو عدمة المجازفة معناتها يعني يعني بالمجاوز الممنوع وتولى الانتباه كذلك، وخاصة خاصة تعرف خاصة قبل الأذان وقبل شقان الفطر يعني كيفاش حتى السلوك نتاع بعض المستعملين الطرقات يتغير ويتبدل. بالتالي ما تديما نقولوا سلامتك قبل كل شيء وعندك عائلة تستنى فيك، الحذر وطول الحيطة والانتباه مطلوبين. واضح. السيد العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، نشكرك برشا على تدخلك معنا، يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه التفاصيل وخاصة النصائح للسيدة مستعملي الطريق. طريقة سلامة للجميع، أنتم اللي تسوقوا وتسمعوا فينا ردوا بكم على رواحكم وربي يحفظ الناس الكل. احنا بعد شوية باش نرجع على التحركات الاحتجاجية للبريد التونسي. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. بالتزامن مع دخول أعوان البريد في سلسلة من الاحتجاجات، البارح البريد التونسي يصدر بلاغ يأكد فيه أنه مش باش يتم تغيير التوقيت الرمضاني بالنسبة لأعوان البريد. هذا اللي كان مطلب أساسي بالنسبة لأعوان البريد يطلبوا به، وحكينا البارح مع مدام لمياء العرابي عضو النقابة الأساسية للبريد بالقيروان، معنا بالتليفون توا تدسويت باش نرجع معها على هذا البلاغ. مدام لمياء العرابي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا عسلامة فيها، مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي إذاعة الحياة فهم. شكرا جزيلا لك. مدام لمياء، كيفاش تلقيتوا بلاغ البريد التونسي البارح؟ والله كل صدمة، خاطر يعني ننتظروا في ولا سقف الأمال نتاعنا كان أنه تتفهم شوية إدارتنا ووصلت الإشراف نتاعنا تتفهم شوية وتكون متعاونة أكثر، فهمتني؟ لكن إن هي تلقي بقواعدها وبمنظوريها في أتون، خليني أقول لك أنا في فهمتني في حرب مع المواطنين وتعتيم وتضليل للمعلومة في حد ذاتها، يعني ما يخدم حتى حد، بالعكس قاعد يضر بالقطاع وأبناء القطاع أكثر من ينفع فيها. نحب نوضح يا سهام أن البارحة حكينا دخلنا وحكينا، لكن راهو الصيغة اللي خرجت به البيان صلة الإشراف تظهرنا كأنه نحن مخالفين للقانون وكأنه نحن نطعن أو نضرب في احترام التوقيت القانوني للعمل في شهر رمضان. راهو توقيت العمل 31 ساعة ونصف متفقين، وراهو نحن كي قلنا ما قلناش مش نقصنا وماناش ندل وماناش طالبين الحاجه ما هيش العاديه. احنا نحكيو على ناس تدخل تخدم 8 حتى الماضي ساعتين تسدي الخدمات للحرفاء ثم تسكر الابواب نتاعها على اساس انه ما فماش حرفاء اخرين موجودين في المكاتب. هذا اللي مش قاعد يصير وما هوش يصير رسميا، لانه كل مكاتب البريد مع ماضي ساعتين تسكر اذا ما فماش 20-30 فما 50 رقبه. فهمتني؟ ناس مواطنين ومطالب انك غصبا عنك تسدي لهم الخدمات وتقضي لهم اشوارهم وتكمل لهم السيرفيس اللي طالبيناهم. هذاك على حسب شكون مش يتحسب من بعد. راهي الإدارة وصلت الإشراف تخلص فينا على 31 ساعة ونص وما حاجتناش بسويع زايدة، لأن رانا في شهر رمضان ماناش في الإفطار، مش تمشي تروح وقت اللي تروح ما يقلقش، احنا رانا في إفطار في رمضان وناس تمشي تروح طيبة. مدام لمياء، سنوات اللي فاتت كيفاش كنتوا تخدموا بنفس هذا التوقيت؟
نفس التوقيت راه ياس. علاش السنامله؟ علاش السنامله مدام لم يتحرك؟ لك حاجه نوضح لك حاجه، رانا مانيش طالبين تنقص في ساعات العمل، راهو الفتح للابواب للعموم وقتاش باش تتعامل مع الكليونات. انت كي مش تعطيني انت مثلا من 8 الماضي ساعه حتى للبيروات نخدم والكليونات موجودين، كي مش يبقى لي بعد فارق نتاع ساعه اخرى نزيدها مش مشكل. راهو مش كيما مش تقعد الماضي ساعتين كيما مش تقعد الماضي ثلاثه ولا اربعه، راهو ياسيها راهو هذا الفارق وين. انه الحال البريدي يبقى رهين ازاء الخدمه هذيك للمواطن بعد التوقيت القانوني. رانا فما امكانيه انه نسكروا البيبان ماضي ساعتين وماضي ساعتين ونص نكون على برا وما دخلنيش في اللي موجودين من داخل، راهو نجموا نمشيو فيها، لكن نحن كقواعد ما نجموش نعملوها، ماناش قادرين عليها هذيك. علاش؟ اول حاجه انت اعطيني شكون الحريف اللي تخليه في مكتب بريد تقول له سامحني رانا ما نجمش نخدمك توا. اي ما تنجمش ما تنجمش. وفي الوقت القانوني تصبح الاخير يجيني غدوه. اي وباهي سلامه المكتب، سلامه الابناء اللي الخدام اللي موجودين في المكتب، وسلامه رئيس المكتب هذيك على عدم تشكون. اي شنو هو توا امام الجامع العام للبريد من رد فعل على هذا القرار؟ والله البلاغ اللي خرجته سلطه الاشراف البارح استفزاز كلي، لانه لما تقول لك نرجو التحلي بروح المسؤوليه كون سي نحن ما عندناش حتى اهتمام ولا عندنا حتى ادنى احترام للعمل نتاعنا او التوقيت القانوني. على سلطه الاشراف ان هي تتحلى بالمسؤوليه نتاعها، توفر وسائل العمل وكافة متطلبات العمل توفرهم. انت كي حاجتك باش تسدي خدمات الحرفاء احنا معايا، احنا رانا حريصين على ازاء الخدمات للحرفاء. لكن يا سيدي الكريم برا وفر العنصر البشري، خدم الناس على فرق مناوبه. كنا قبل نخدموا في الليل، عليه خاطر عندك انت عندك قبل ليفيكتيف تو ما عندكش باش مش تخدم. رانا عباد، راي ناس، راي بشر، وعلينا نتعامل مع ناس هذي معناها صفة إنسانية. راهو من غير المعقول أنهم يوصفونا أنه ناس ما بتحملوش المسؤولية وما عندناش حتى احترام. رانا نقابيين صحيح، ولكن نعرفوا أن القانون ما نخالفوش القانون، نحن ماناش مخالفين القانون. مازالت هذيك الساعة الأخرانية من ماضي ساعة لماضي ساعتين ما زلتوا مواصلين فيها في الاحتجاج؟ مازلنا مواصلين فيها، وفما إجراءات أخرى في التصعيدية معناتها على مستوى الأسبوع القادم. على الحقيقة ماهيش سارة بصراحة، ماهيش سارة لا بينا ولا الإدارة نتاعنا. ما على سلطة الإشراف أنها تحمل مسؤوليتها، كما أني نحمل مسؤولية الحرمة الجسدية لكل الزملاء والزميلات على مستوى تراب الجمهورية. أي احتكاك أو أي مضرة مش تصير لأي زملاء من الزملاء والزميلات وفهمتني في المكاتب نتاعهم أو أي اعتداء بالعنف سواء كان لفظي أو جسدي تتحمل مسؤولية الإدارة، لأن هي واضح مدام لمي سمحني البلاغ اللي خرجته البارح يفتح الباب على مصراعيه للمواطنين انهم ينالوا من حرمه ما نتمنوش هذا وما نتمنوش هذا مدام لمياء. ان شاء الله لا، ام عليها ان هي تتحمل بروح المسؤوليه شويه. ان شاء الله تتوصلوا الى حل مشترك، واكيد احنا ضد العنف والاعتداءات على اعوان البريد ولا على اي كان. نشكرك برشا مدام لمياء العرابي، عضو النقابه الاساسيه للبريد بالقيروان. الحياه فهم تتمنى لكم رمضان مبارك. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. مرحبا بكم من جديد بكل من التحق بنا في الاستماع. مازلنا في ريكاب ميدي مواصلين معكم حتى لساعتين، ونحكي توا على القرار بالترفيع في أسعار الحبوب. قرر أعلنته وزارة الفلاحة ووزارة التجارة الترفيع في أسعار الحبوب المحلية لصابة 2022، والزيادة هذه هي الثانية اللي تقررها دولة في الموسم الفلاحي الحالي بعد زيادة أولى في شهر نوفمبر اللي فات. باش نرجع بأكثر تفاصيل على هذه الزيادات مع السيدة المدير رمضاني رئيسة الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان. سي المدير رمضاني عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. عسلامة، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة ويعني طرح الأسعار بصفة عامة وبالخصوص الزراعات الكبرى والحبوب بصفة خاصة، وما لهذه المادة من يعني خاصية كبيرة بس على الشعب التونسي، على خاطر بالنسبة لنا احنا يعني تقريبا نعتمد كثيرا على يعني استعمال القمح الصلب والقمح اللين في أكلتنا العادية اليومية.
الحقيقة احنا كنا كاتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري طالبنا بالزيادة في مرحلة أولى نظرا للارتفاع يعني كلفة الإنتاج، وكانت الاستجابة في مرحلة أولى حيث وقع إضافة 13 دينار في القنطار بالنسبة للقمح الليل والقمح الصلب وكذلك الشعير والتريتيكان. ونظرا للإشكاليات اللي صارت بعد الحرب الروسية الأوكرانية واللي هي أنها تونس تعتمد تقريبا على 70% من وارداتنا من هذا البلد من أوكرانيا، فحقيقة لهنا أنه صار كلفة التوريد نتاع مادة القمح الصلب يعني تضاعفت تقريبا 200%، وبالتالي كان طلب الفلاحين أنه بالنسبة لنا احنا علاش نشجعوا الفلاح يعني الأجنبي ولا يتمتع الفلاح التونسي اللي هو ديما يتشكى من غلاء الكلفة نتاع الإنتاج، علاش ما يكونش عندنا يعني سعر مجزي للفلاح حتى يقبل على الإنتاج، وإحنا كبلاد تونسية نسعى إلى تحقيق على الأقل ما يمكن من أمن الغذائي، وبالتالي احنا كفلاحين نرى ان الزياده اللي هي الثانيه ب 30 دينار في القنطار بالنسبه للقمح الصلب نراها انها مجزيه فرحة الفلاح الكل. يعني فما ترحيب من قبل الفلاحة، فما ترحيب من قبل الفلاحة بهذه الزيادة، ويراو فيه فما وكأنه توجه نحو مزيد دعم الفلاح التونسي من قبل الدولة، هكا ولا سي المولدي؟ بالطبيعة هو توا بالنسبة لنا احنا عندنا أمن غذائي، يراو في بعض الأحيان يكون عندك حتى القدرة الشرائية، ولكن في بعض الأحيان في السوق ما توجدش، وذي اللي يخليك يعني تتجه وتعتمد على السوق الداخلية والإنتاج متاع الفلاح التونسي اللي يلزم أنك تشجعه على مزيد من البذل والعطاء والإنتاج يعني المردودية أحسن. وبالنسبة اليوم أنا مش نزيد نعطيك يعني حاجة، اللي كانت عندنا ندوة في على مستوى إقليمية على مستوى ولاية القيروان ويستضيفها يعني الاتحاد الجهوي في عرب البحري، والندوة هذه عرجنا فيها على الزراعات الكبرى ومدى يعني الحاجيات اللي كان لها وما وضرورة يعني توفير المستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة وكذلك أسمدة اللي هي الأسمدة متاعنا إنتاج يعني تونسي من دي أبي ومونيتر، وإن شاء الله يعني ناخذ درس من هذه الحرب الأوكرانية الروسية اللي تخلينا نعتمد على ذاتنا، نعتمد على قدراتنا، نعتمد على تربطنا وإنتاجنا الداخلي. خليني نشير معك سي المولدي للأسعار الجديدة بعد زيادة القمح الصلب، زيادة من 87 حتى 130 دينار للقنطار الواحد، القمح اللين زيادة من 80 إلى 100 دينار للقنطار، والشعير وتريتيكال زيادة من 69 إلى 80 دينار للقنطار الواحد، وهذه زيادات يعني رحبوا بها الفلاحين. وانت اشرت سي المودي لانه زاد الاسمده، نعرفوا انه الاسمده هي من المشاكل الاخرى اللي تعيق معناها الانتاج الفلاحي نتاعنا خاصه الحبوب. نعم، هي المشكل ان بالنسبه لنا احنا كبلاد تونسيه منتجين يعني لامونيترو ديابي والمنتوج نتاعنا من يعني من المنتجات الممتازة يعني على مستوى العالمي، ولكن مشنا نكفيو في متطلبات الفلاح على مستوى الوطني. احنا نسعى الى التصدير ولكن السوق الداخلية هي في نقص متزايد، بالخصوص يعني الاشكالية هذه دام 3 سنوات، انه السنة هذه راهو وقعت لنا زيادة ب 40% في المستلزمات الانتاج، يعني الدي بي اللي كان العام اللي فات ب 36 فاصبح 48 دينار، والمونيتور اللي كان السنه الفارطه وتحدثت وحددت وزاره التجاره ب 25 دينار اصبح ب 36 دينار. يعني بالتالي الكلفه هي في حد ذاتها راهي طلعت برشا، كذلك البذور ممتازه يعني طلعت، وبالتالي كان ضروري اننا نركز على الزياده هذه. صحيح احنا تمناها
ولكن أنها تستجيب الدولة لطلبات الفلاحين فهذا جيد جدا وهذا يمتمنوه. وأنا أقول للمحسن أحسنت، وإذا كان أستاذ نقول له تعالوا نقعدوا مع بعضنا ونشوف حلول يعني اللي هي لازمها تكون ضرورية، على خطر بالنسبة لنا احنا عنا الإمكانيات وعنا من الرجالات يعني الفنيين اللي ممكن نعتمدوا عليهم ونعمل الحزمة الفنية ونحسن من الإنتاجية بتاعنا. والقيروان هي مثال إلى المرجبية الجيدة. قديش المساحات سلمولدي، مساحة يعني الحبوب في ولاية القيروان؟ هي في ولاية القيروان كنا نعد يعني تقريبا 80,000 هكتار بعلية، ولكن في السنة الفارة هذه نظرا للجفاف تقريبا ما زرعوا كان حوالي 20,000 هكتار. أما بالنسبة للزراعات السقوية وهي بالأساس يعني في جهة القيروان نعتمدها، فالسنة هذه يعني حسب الإحصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الزراعية بالقيروان يعني تمسح تقريبا 27,400 هكتار يعني زراعات كبرى. واضح، نشكرك برشا. يعني ربما نعطيك الرقم على مستوى الوطني واللي هو حقيقة في تراجع كبير برشا. سنوات الفارطة كنا يعني تقريبا المساحات تمسح 1350 هكتار مخصصة للزراعة الكبرى ومبرمجة. بالنسبة للسنة هذه يعني ما زرعوا منهم كان حوالي 1,000,000 هكتار فقط، وبالتالي تم تراجع ب 25% على الأقل في المساحات المزروعة. الأسباب سلمولدي؟ هي الأسباب اللي كنا نذكرها هي الغلاء متاع المستلزمات الفلاحية وعدم تواجدها في السوق، والحاجة الثانية هو السعر اللي أصبح يعني غير مجزي بالنسبة للفلاح. واضح، نشكرك برشا سلمولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان على مدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص الترفيع في أسعار الحبوب للمرة الثانية خلال هذا الموسم. وسلمولدي حكينا على ترحيب الفلاحين بهذه الزيادات، خاصة وأن القيروان تعد مساحات شاسعة للحبوب. تحية لسلمولدي الرمضاني، بعد شوية باش نحكيه ونرجع على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة البارح إلى مدينة المنستير. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. مضي ساعة و 12 دقيقة على إذاعة الحياة فهم، انتم تسمعوا في ريكاب ميدي متواصلين معكم حتى للساعتين. باش نرجع توا نحكيه على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وخاصة الخطاب والكلمة اللي توجه بهم البارح والرسائل السياسية، كشف على تفاصيل جديدة في مشروعه السياسي بخصوص يعني نظام الاقتراع، بخصوص زادة تصريحاته على الحوار الوطني والاستشارة الإلكترونية. باش نرجعوا عليها بأكثر تفاصيل. نرحب بضيفي في البلاتو السيد حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لشأن العام. سي حمادي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا لك. باش نرجعوا بالتحليل سي حمادي مع الكاتب والمحلل السياسي الجمعي الجسمي تودسويت في الانترفيو دي جوغ. انترفيو دي جوغ سي الجمعي الجسمي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. أهلا بك وبضيفك الكريم وبكل مستمعي إذاعة الحياة فهم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي الجمعي. لو كنت تعطينا قراءتك الساعة هكا للخطاب بصفة عامة لرئيس الجمهورية البارح في الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة. باعتقادي ما ورد على لسان الرئيس قيس سعيد وضح الكثير من النقاط التي كانت غامضة عمليا لكنها كانت واضحة في أذهان مختلف الفاعلين السياسيين، باعتبار أن الرئيس قيس سعيد مستمر في توفير الإطار والمناخ العام لتنفيذ مشروع آمن به، وبدأت ملامحه تتوضح من خلال الرسائل التي أعلنها في تلك الكلمة من بعد ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وأقصد بذلك فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي، طبيعة القانون الانتخابي المقبل، وكذلك ما يرتب لتونس
من هنا إلى غاية 17 ديسمبر القادم، الموعد المحدد للانتخابات التشريعية. بالنسبة للآلية متاع الانتخابات سي الجمعي، آلية الانتخاب انتخاب الأفراد هي آلية مش معروفة برشا في تونس، التوانسة مستنسوش يصوتوا هكا معناها في الانتخابات التشريعية، مستنسين على قائمات حزبية ولا مستقلة ولا ائتلافية ولا غيره. برأيك يعني ما مدى نجاعة هذه الآلية في أنها تفرز برلمان يعني يكون في قدر تطلعات الشعب التونسي؟ يعني لنكن موضوعيين، مثل هذه الآلية معمول بها في بعض الأنظمة الديمقراطية مثل أمريكا على سبيل المثال، لكن في مجتمع مثل المجتمع التونسي الذي ما زال درجة وعي المواطن لم ترتقي إلى مستوى المواطنة الحقيقية التي كشفناها خلال المراحل والمحطات الانتخابية السابقة، مثل هذه الآلية تفرز برنامانا مشوها غير قادر على القيام ب أولا تمثيل الفئة الاجتماعية التي من خلالها النائب تم ترشيحه أو تمثيل الشعب التونسي. لذلك باعتقادي أنها آلية طبعا من السابق لأوان الحكم عليها، لكن وفق قراءة سوسيولوجية لطبيعة المجتمع التونسي أنها ستفرز برنامانا مشوها غير قادر على عكس حقيقة المجتمع التونسي. يعني ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر هذه الآلية هذا المرجح، ليس مغامرة فحسب، بينما باعتقادي أنها ستخسر تونس المزيد من الوقت في مسار ترسيخ العملية الديمقراطية. يعني سي الجمعي لا متابش نقعدوا في كل مرة نقوموا بالتجارب ندخلوا تعديلات على مثلا هذا نظام الاقتراع 10 سنين بعد الثورة، اليوم دخلنا من 25 جويلية في مرحلة جديدة ربما ما نعرفوش وين باش نجموا نوصلوا بها، وإحنا ديما في التجارب ونعاودوا من الأول وجديد. هذا صحيح، لأن البقاء في مربع التجارب فسخ وعاود فسخ وعاود يضر كثيرا بالبلاد وبمؤسسات الدولة، وبالتالي يقضي على ما راكمته خلال السنوات الماضية، لا أقصد ال10 سنوات فقط، أما سنوات منذ الاستقلال إلى غاية الآن من بناء دولة كانت واضحة المعالم. الآن نتجه بشكل أو بآخر نحو عملية تفسخ باتجاه تثبيت مؤسسات الدولة في سياق البحث عن مشروع ملائم لما يريد الرئيس قيس سعيد أو تصوره لتونس. وأنت تحكي على المشروع القاعدي سي الجمعي، ورغم التحذيرات اللي صدرت على عدة أطراف يعني مختلفة، ما مدى خطورة هذا المشروع على التجربة الانتقالية ولا الديمقراطية في تونس؟ يعني هذا المشروع ما زال قيد الدرس وعلى طاولة الحديث، لم نجربه بالتالي يصعب الحديث عن مخاطر محددة، لكن في كلتا الحالتين بمعنى سواء طبق أو لم يطبق فأن المسألة في غاية الخطورة من زاوية التجريب، بمعنى أننا خلال 10 سنوات راكمنا على الأقل جزء فيما يتعلق بالعمل الديمقراطية رغم ما شابه من نقائص وشوائب عديدة، لكنها بدأت تؤسس الخطوات الأولى لنظام ديمقراطي، خاصة وأن المرحلة الانتقالية ثبتت من خلال المحطات الانتخابية ذلك. اليوم يبدو أننا سنعود إلى المربع الصفر وسنبدأ تجربة جديدة، لا ندري في حقيقة الأمر إذا ما طبقت على أرض الواقع وفق ما يقوله أنصار الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق بالحملة التبصيرية، خاصة وأننا ليست لدينا وثائق واضحة تحدد هذه الآلية وكيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع. سي جمعي مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. احنا عشنا بطيلة 10 سنوات 2 انتخابات برلمانية وانتخبنا بالقائمات وشفنا ماذا أفرزت،
وشفنا نتيجة البقايا وناس اللي بقات يعني الفترة اللي فاتت الكل انتقال من كتلة إلى كتلة ولم يكن هناك التزام، ثم حتى أنه اللي كانوا ينجحوا رؤساء القوائم أكثر منهم اللي داخل القائمة، وبالتالي هي كانت عبارة على انتخاب على القائمات ولكن بشكل مقنع. اليوم السؤال المطروح، هل أنه الانتخابات القادمة ستفرز ناس أفضل؟ هو مش تفرز توانسك اللي هم موجودين على كل. ثم الجانب الوعي سيد الكريم، إيطاليا الجنوب متاحة في نسبة كبيرة من الجهل، الناس ما تعرفش تحسب الفلوس، وإيطاليا تنتخب على القائمات، تنتخب على الأفراد من يعني من البرلمان حتى في البلدية، تنتخب رئيس البلدية مباشرة، ينتخبوا كرئيس بلدية ما هوش ضمن المجلس البلدي، وبالتالي التجارب الديمقراطية أفرزت فيها ثمن نوع من الإيجابية لهذه الفكرة. هذا صحيح، أنا قلت أنها هي آلية من الآليات الديمقراطية المعمول بها في عدد من الأنظمة الديمقراطية، لكن صديق العزيز باعتقادي أنه لا بد من عملية تنسيب حقيقية بشكل موضوعي ومتواضع، باعتبار أن هذه الدول التي تمارس مثل هذه الآلية نسبة وعي المواطن ترسخت بشكل عال خلال السنوات الماضية، لكن نحن في تونس باعتبار أن التجربة الديمقراطية ما زالت هشة ووليدة لم نرتقي بعد إلى مستوى ذلك الوعي الذي يجعل المواطن يستطيع أن يختار، بل أن التجارب الماضية في المحطات الأخيرة رغم أن آلية التبديل الديمقراطية التبديلية التي عشناها على مستوى التصويت على القائمات أفرزت ما رأيناه، لكنني أعتقد أننا لو ذهبنا على نظام التصويت على الأفراد سنصل إلى مشهد أكثر تشتتا من الذي عشناه خلال السنوات العشر الماضية، باعتبار أن المال سيكون أكثر سطوة من غيره، كما أن الوجاهة والمكانة الاجتماعية، بمعنى آخر حتى لو كان هذا الشخص معروف في حومته أو في معتمديته أو في ولايته بنظافة اليد وبمستوى وعي عال سيجد صعوبة في فرض نفسه باعتبار أن المال سيتسلل إلى الناخب وإلى المواطن، وبالتالي سنفرز مشهدا برلمانيا مشوها مثل الديمقراطية العرجاء التي رأيناها خلال السنوات العشر الماضية. نرجع بك سي الجمعي على الحوار الوطني للبارح، زادة كانت مناسبة ظهور رئيس الجمهورية في مدينة المناستير، قدمنا بعض المعطيات الجديدة، خاطر قلنا تقابل مع الممثل المنظمات اسكو باش يشارك الأحزاب وإلا لا، قعدنا في هذا السؤال. البارح رئيس الجمهورية يقول وإن والأحزاب ستشارك ولن يتم تغييب الأحزاب من الحوار، برأيك مش يكون فما يعني اختيار لأحزاب تشارك وأحزاب لا، وبرأيك زادة باش يكون هذا التشاور مع الأحزاب بصفة مباشرة كل ممثل حزب بمفرده، أم أنه باش نمشيو إلى طاولة حوار تجمع كل الأطراف؟ يعني باعتقادي هذا الموضوع وهو موضوع حيوي ومهم بالنسبة لتونس، لأنه بدون حوار لا نستطيع بناء قاعدة بإمكانها أن تصلب وتدعم الجبهة الداخلية التونسية، وبالتالي الذهاب نحو بناء مؤسسات متينة قادرة على مواجهة جملة التحديات. الحوار ضروري، لكن ما سمعناه من الرئيس قيس سعيد خاصة وأنه أكد في كلمته البارحة بأن الحوار بدأ، لكن اليوم استمعنا من نوردين طبوبي الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا معاكسا لذلك، حيث قال أن اللقاء الذي جمعه صحبة أعضاء المكتب التنفيذي مع الرئيس قيس سعيد كان لقاء بروتوكوليا ولم يتطرق إلى مسألة الحوار، لذلك هناك غموض. لذلك أتمنى أن يتوسع هذا الحوار وأن يكون حوارا جديا حقيقيا وليس مسقطا، باعتبار أن الرئيس قيس سعيد حدد سقف هذا الحوار و
قاعدة هذا الحوار، حيث أثبت أنه سيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية. وهذه الاستشارة الإلكترونية التي تمت، العديد من القوى سواء كانت منظمات وطنية أو أحزابا أو جمعيات شككت في مدى تمثيليتها للشعب التونسي باعتبار العدد القليل الذي شارك فيها، وهو حوالي أكثر من 500,000 شخص من مجموع نحو 7 ملايين ناخب. لذلك المسألة في غاية الأهمية لو يتم تحديد آليات هذا الحوار، القواعد التي سينطلق منها، لكن في سياق عملية تفاهم على قواعد مشتركة بين هذه القوى. الرئيس واضح قالها بوضوح أن الأحزاب لن تغيب، لكن الإنقلابيين واللصوص لن يكون لهم مكانا في هذا الحوار، ولا ندري في حقيقة الأمر من هو الذي سيحدد اللصوص ومن هو الذي سيحدد الإنقلابيين. هذا الاختلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية اللي يعتبر لقائته مع ممثلي المنظمات الوطنية يعتبرها حوار، والمنظمات تقول الطبوب يقول لم يكن حوار وما حكيناش يعني في أصول الحوار، خاصة وأنه الاتحاد شارك قبل في جملة من الحوارات اللي صارت معناها في البلاد التونسية. هل يريد رئيس الجمهورية أن يكون هذا الحوار صوريا معناها ليثبت أنه تقابل مع المنظمات وبش يتقابل زادة مع عدد من الأحزاب، وهل ستقبل هذه الأطراف بمثل هكذا حوار؟ يعني للأسف الشديد من خلال ما استمعنا إليه اليوم من تصريحات لنور الدين الطبوبي، يبدو جليا أن الرئيس قيس سعيد وظف تلك اللقاءات التي أجراها مع عددا من المنظمات الوطنية للإيحاء بأن حوارا قد بدأ معها، وواقع الحال ليس حوارا وإنما لقاءات تمت في سياقات مختلفة بعيدة كل البعد عن الحوار، خاصة وأن الرئيس قيس سعيد كان واضحا عندما تحدث على قاعدة الاستشارة الإلكترونية، وهي مسألة مثيرة للجدل ومحل خلاف لدى المنظمات الوطنية، كما أنها لا يمكن الحديث عن حوارا والبنود أصبحت ثابتة من الأول. إذا كانت ثابتة وهي تلك النتائج، فلما على ماذا سنتحاور؟ سي الجمعي، إذا كان كما قلت مسبقا خذينا نتائج الاستشارة اللي هي تمت في الفترة السابقة على أنها هي نتيجة لحوار، ونعرف أن الاستشارة هي جانب بسيط من الممارسة الديمقراطية، ننتظروش في الفترة القادمة أن يكون ثم هناك لقاءات ربما أكثر جدية؟ لأنه صحيح التقى الرئيس بأعضاء المكتب التنفيذي، ولا أظن أنه في لقاء للمكتب التنفيذي مش يكون هناك حوار، لأنه الحوار عنده آليات، يعني في لابد تكون جدول أعمال مسبق، يكون المتحاورين اللي مش يجيوا يبدأ عندهم علم شنو المواضيع اللي مش يحكيوا فيها. تعتبرش أنه اللقاءات هذه كانت فقط هي لجس النبض، يشوفوا هل ثم إمكانية أنهم يقعدوا مع بعضهم أو ما ثمش؟ يعني أتمنى أن تكون هذه اللقاءات تشاورية وجس نبض لطبيعة الملفات التي ستطرى على طاولة الحوار. إن ذهبت الأطراف مجتمعة إلى هذا الحوار، وأقصد بدرجة أساسا الرئيس قيس سعيد، لأنه هناك فرق شاسع بين اللقاء التشاوري وبين الحوار الذي يجب أن يجمع هذه القوى على طاولة واحدة بجدول أعمال محدود يرسم عدة أولويات لمناقشتها. لكن إلى غاية الآن ما تم هي مجرد لقاءات يصح القول أنها تشاورية أكثر منها حوارية. الرئيس يقول أن هي حوار، ولكن المعنيين بالأمر ما مشيوش على أساس حوار، يعني بخصوص الوضع يعني في البلاد والقوانين ربما ولا حاجة. نختم معك سي الجمعي القاسم الكاتب والمحلل السياسي بسؤال على الموقف التونسي من تصريحات رجب طيب أردوغان من تركيا، وللبارح رئيس الجمهورية قيس سعيد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان وتركيا، قال تونس ليست إيالة. قراءتك لهذا الموقف
ومقارنته مع الدول الأخرى اللي زادة أصدرت بيانات في نفس السياق وما كانش فما رد فعل من الخارجية التونسية؟ لا لا، باعتقادي أن ما أقدم عليها الرئيس قيس سعيد هو الحد الأدنى الذي يجب أن يقال، باعتقاد أن الجانب التركي الذي يتحدث عن الديمقراطية وأردوغان هو آخر من يتكلم عن الديمقراطية ونعرف ماذا فعل. هذا ما أقدم عليه أردوغان تدخل سافر مفضوح بشأن داخلي، للأسف الشديد استمد ذلك من خلال ما ركبته الممارسة السياسية لتونس خلال السنوات العشر الماضية التي فتحت الطريق أمام أردوغان وغيره للتدخل في الشأن الداخلي وبالتالي المس من السيادة الوطنية. والمسألة هنا لا يمكن مقارنتها مع مواقف بقية الدول باعتبارها كانت مواقف صادرة في بيانات وكانت من ناحية اللغة محدودة، لكن ما رأينا من تركيا أولا التصريح صادر عن رئيس هرم الدولة الحالم بالولاية العثمانية سلطان واهب يريد إعادة مجد غابر، ثانيا صدر عن رئيس البرلمان. هذه كلها مواقف مباشرة ومست من جوهر السيادة الوطنية التونسية، وكان لابد هكذا موقف لوقف مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية. واضح، مشكور برشا الكاتب والمحلل السياسي الجمعي القاسمي، نشكرك على تدخلك معنا وقبول الدعوة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. احنا بعد شوية في ديفيغ نيوز باش نحكيو على الانتخابات الفرنسية، حظوظ من أوفر في المترشحين في الانتخابات الفرنسية وماذا سيتغير خاصة فيما يهم الجالية العربية في فرنسا. خمسة وثلاثين دقيقة بعد ماضي ساعة أنتم تسمعوا في ذات الحياة فام ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ذكر وأنه معايا سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك. يعيشك عنا ضيف زميلنا حسين من قسم الرياضة. حسين مرحبا. مرحبا بك سهام، مرحبا بالعباد اللي اختاروا يتابعوا إذاعة الحياة فهم. باش ناخذوا من وقتك شوية سهام، أكيد اليوم الحدث يفرض نفسه، اليوم مباراة مهمة بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية لحساب الجولة الأولى من مرحلة الصعود للرابطة المحترفة الأولى. اليوم الشبيبة الرياضية القيروانية تواجه النادي القربي تحديدا في ملعب فرحات حشاد بأريانا، ذاك علاش حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف زميلنا صابر السيد اللي باش يعطينا الإطار العام للمباراة وباش يعطينا تشكيلة الفريقين. صابر أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك حسام بكل ضيوفك بإتهام وبكل الإطار الإداري والتقني والفني لإذاعة الحياة فيه وبكل جمهور الشبيبة والقيروانية وكل الجماهير المتابعة للرابطة الثانية حتى يعني المواطنين قربة في القيروان، مرحبا بهم يتابعوا في الحياة فيه وتحيا الحياة على الحياة. تقديرة تقديرة فرصة للشبيبة، سمحوني على الدخول المباشر في المباراة. أول فرصة اختيرها للشبيبة الأخضر والأبيض هنا في ملعب فرحات حشيد عاصمة الورود أريانا، مباراة بين المقروض الشبيبة سمحني الحلويات في رمضان سمحوني شاهدكم شوية وبين البرتقال اللي هو الميزة الغذائية ويعني يتميز بها مدينة قربة. نعطيك التشكيلة يا حسام، ومباراة تبدو واحدة في أولى المباريات مباريات دورة البراج على ثلاثة مباريات، أول مباراة كما قلنا الشبيبة ونادي القربي. تشكيلة الشبيبة محمد أمين الحزقي يا حسام، صوت خمسة على خمسة خمسة على خمسة تسابر واصل تفضل. محمد أمين الحزقي، بلال الحابي، نذير عبد البي، إلياس المجري، محمد أمين الكنيسي، أسامة المتيري، محمد صدق الجمالي، أحمد الفزيني قائد الفريق، مكرم العلوي، جوهر القردبو، وحسين المولي احتياطي الشبيبة، يوسف السعيدي حارس مرمى ثاني، نجد الهليلي، يوسف العمري، إيهاب المعلول، حسام بن صالح، إيهاب العديمي، محمد أمين الغابي، هيثم تاج، ومحمد أمين زويبي مدرب الشبيبة السيد سالم الإقزامي. بالنسبة لنادي القربي غيث الدويني حارس مرمى، مصطفى التموني قائد فريق، جاسر بن عتيق، عزيز الجمعاوي، خليل باني، نبيل سليمان، فاروق الشاوش، شادلي قاسم، أمير التجوري، فراس شوات،
ويوسف معتز الجلاسي. بالنسبة لحتتيني بالقربي أشرف عبد العفو ابن الشبيبة متكون في الشبيبة، حارس مرمى ثاني الذي القربي، أحمد الشعامبي، نسيم الهويري، حسين الخمير، محمد الشبعان، وسيمة أبو خزر، إيهاب ناشي، نزار عباس، واسكندر قاسم المدرب هو اللاعب السابق نادي القربي، فخر الدين قلبي لطاقم تحكيم هذه المباراة، جلال السحباني حكم رئيسي، حكم مساعد أول محجوب المليسي، حكم مساعد ثاني رضا سعداني، حكم رابع طاهر كليش، مراقب الحكام السيد العروسي المنصري، المنسق العام عبد العزيز اليعقوبي ونجي الشاهد، المنسق الإعلامي أسامة شريقي ومحمد الفرشيشي. ونلعب في 7 دقائق و37 ثانية بالضبط ونتيجة 0-0 ومنذ لحظات كانت فرصة خطيرة للشبيبة، والأخضر والأبيض رغبة كبيرة في العودة بسرعة للربطة الأولى. النادي القربي كذلك مش بالصدفة يعني متلقاه موجود في هذه المجموعة البراز، واضح جماهير الشبيبة كذلك بتواجه نفس الشيء نادي القربي. وشكرا لك يا حسام، في يعطيك صحة أخرى إن شاء الله. يعطيك صحة صابر، شكرا لك. مازالت النتيجة 0-0 بعجالة نعطي برنامج مباريات اليوم. دونك المجموعة الأولى كما قلنا جي اس كا نادي القربي، ملعب 2 مارس بصفاقس باش يحتضن لقاء الملعب التونسي وقوافل قفصة. بالنسبة للمجموعة الثانية جمعية جربة، القلعة الرياضية، وأولمبيك سيدي بوزيد، ومستقبل جابس، كل هذه المباريات لحساب الجولة الأولى من مرحلة صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ومرة أخرى بالتوفيق إن شاء الله للشبيبة الرياضية القيروانية. أكيد إذا كان فما جديد بخصوص المباراة نرجع معك أنت سهر. شكرا لك حسين، أكيد الخط مفتوح لك في كل وقت، وحظ موفق للشبيبة القيروانية. احنا بعد شوية نبدأ نحكي على الانتخابات الفرنسية. شديدة بين ماكرون ومارين لوبان، هل سيعيد الفرنسيون انتخاب ماكرون من جديد لولاية جديدة مدتها 5 سنوات أخرى، أم إنهم باش يسلموا مفتاح قصر الإليزي إلى رئيس جديد؟ وخاصة ما يهمنا هو انعكاسات الرئيس أو الاختيار متاع الفرنسيين لرئيسهم على الجالية المغاربية والعربية بصفة عامة في فرنسا. باش نرجع على هذا الموضوع بأكثر تفاصيل مع سيد رفع طبيب المحلل السياسي توتسويت في ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز، السيد رفع طبيب المحلل السياسي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. بيك بكل مستمعات المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معايا في البلاتو سي حمد البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. في البداية سي رفع طبيب، كيف تتابع الانتخابات أو السباق الانتخابي في فرنسا، الحملات الانتخابية وخاصة استطلاعات الرأي اللي تبرز وأنه لوبان بدأت تقترب من ماكرون؟ أول ساعة فما الانتخابات هذه أعطتنا بعض المؤشرات اللي لازمنا نبداو ندرسوها بشكل أكثر معمق. مثلا فما ظواهر جديدة في الانتخابات، كي مثلا ترشح إريك زمور مثلا اللي هو كان بالحق معناها من الناس اللي نجحوا في معناها الـ معناها التطبيع بين الفكر معناها فني معناها المعادي للجاليات الخارجيه ومعناها العمل السياسي معناها فني في معناها في معناها في فرنسا. نفس الشيء معناها مارين لوبان اليوم يبدو انه معناها باش تمر للدوره الثانيه، وهذا معناها فني مش لان هي معناها حسنت من قدراتها، بالعكس معناها يقل معناها من الدورة الفائتة، ولكن أهم شيء هو أنه قبلها فما جانويك ميلانشون اللي بدأ يصعد في معناها في استطاعات الرأي، ولكن مع كل الأسف العديد من المترشحين من اليسار نحاولوا معناها ما يقارب 10 نقاط. معناها لو معناها يتم توحيد اليسار كان يمكن أن يكون جانويك ميلانشون هو معناها في المرشح الثاني في الدورة معناها القادمة معناها للرئاسية. بالنسبة لنا احنا بطبيعة معناها فهمني الدول معناها بتاعنا تراقب من بعيد، وليس لنا معناها فهمني لا وجود ولا قدرة أن يكون عنا لوبيات حتى نتمكن من أن نكون موجودين ولو حتى معناها بشكل غير مباشر في هذه الانتخابات. نعلم جيدا أنه فرنسا معناها فما عديد اللوبيات اللي تشتغل، اللوبي الصهيوني، اللوبي الألماني، الأكراد اللي معناها كانوا معناها فهمني معناها جزء صغير من المجتمع الفرنسي، ولكن اليوم أصبح عندهم حضور.
لكن على غالب معناها الجاليات المغاربيه نظرا للتقسيم الكبير اللي قاعد معناها يشق الجسد المغاربي في اوروبا بفعل الصراع المغربي الجزائري، فلن يكون لنا اي ادنى تاثير. ومعناها اذا سيتم اعتماد معناها سياسه نتاع حجره تفضل الاوكرانيين على غيرهم، فسنكون نحن من سيصعد ثمن معناها من بين الاقليات في اوروبا. يعني كيفاش تتوقع سي رفع طبيب المحلل السياسي انه مثلا حظوظ شكون باش تكون اوفر للفوز برئاسه فرنسا، ماكرون، لوبان، ولا غيرها من المترشحين؟ لا، ماكرون سيتم اعاده انتخابه معنا بنفس السيناريو اللي صار في قبل اوقات مع شيراك، يعني ستكون ما يسمى بالوحده الجمهوريه، يعني انه كل الاحزاب يسارا ويمينا سيدعون الى معاقبه اليمين الاخر اليمين اللي هو معناها ممثل في ماري لوبان، واستبعادها من اي معناها من اي مركز او حتى من تحقيق اكثر معناها من الاصوات اللي جابتهم. نأكد لك حاجه معناها وهذه من معناها من الاشياء اللي لازمنا ندرسوها في المده القادمه هو انه إيريك زيمور بيض نوعا ما صوره مارين لوبان، يعني معناها مارين لوبان كانت عندها جزء من الناخبين نتاعها اللي مجبوره انها تتعامل معهم، وهم معناها الناخبين اليمينيين المتطرفين المعادين معناها للاجانب وخاصه للعرب والجزائريين والذين يحلمون معنا بعودة الجزائر الفرنسية وعودة الاستعمار إلى آخره. في وقت من الأوقات أصبح معنا في هذا معناها هؤلاء الناخبين يقلقوا شوية معناها مارين لوبان اللي حبت تبين روحها وكأنها يمينية كلاسيكية. يبدو أنه معناها تم استقطاب هذه المجموعة من الناخبين من طرف إيريك زيمور، ولكن سيعاد ضخهم مرة أخرى في الدورة الثانية في الانتخابات، وسيعودون معنا في إلى البيت اليميني المتطرف ومعناها المعادي للأجانب، والذي معناها أصبح اليوم يعبر معناها بكل طلاقة على مواقفه وعلى أفكاره معناها العنصرية. سي رفع مرحبا بك. مرحبا. لاحظوا أنه الأزمة والحرب اللي وقعت في أوكرانيا استفاد منها كثيرا الرئيس الحالي ماكرون، وهل يمكن اعتبار أن ربما تعويض المهاجرين الأوكرانيين بالعرب من الورقات اللي يلعب بها ماكرون باش ينحي جزء من ناخبين متاع لوبان ولا حتى زيمور، لأنه هذا معروف أعدائهم، يعني ربما المفرط لكل من هو مش فرنسي، حتى الفرنسيس اللي من خارج الأرض يعني اللي مش بالكونتينون يعتبروهم كذلك، يعني ماهمش فرنسيس. الوقت تماما صحيح رئيس ماكرون معناها بالعكس الغر معناها هو الباحث عن السلم وعن حل يرضي معناها جميع الاطراف ويحافظ على اوروبا، لان ما ننساوش حاجه صحيح اليوم عندما ترى الميديا نتاع فرنسا الصحافه الفرنسويه وتقول الشعب الفرنسي 99% منه معناها معادي لروسيا ومعناها ماشي مع الاوكران، هو مش صحيح معناها ثم معناها دي سونداج عملوهم في المدة الأخيرة تبين بالكاشف اللي معناها 52% من الشعب الفرنسي معناها ما يحبش ياخذ موقف في المعركة هذه اللي قاعدون ما بين أوكرانيا وروسيا، ونعرفوا اللي راهو العلاقة تاريخية بين روسيا وفرنسا معناها لأسباب عديدة ترجع حتى الحرب العالمية الثانية إلى آخره. اللي يهمنا نحن توا كما قلت سيادتك مسألة التعويض، وبربي معناها فهمي هنا نأكد عليها لأنه معناها سيادتك معناها فهمي ما فيها معناها قيمة، راهي اليوم اصبحت يتم اعتبارها هذه معناها كباراديغما في التحليل معناها الجيوسياسي لو ترانسفير. نعم. معناها التعويض ايش معناها؟ لو ترانسفير في فلسطين المحتله، اخراج الفلسطينيين تعويضا مثلا بالناس اللي يجوا من اوكرانيا ولا من روسيا هاربين معناها في من هذه الحرب. الترانسفير في اوروبا، اخراج العرب معناها من اوروبا تعويضهم ب او تقليل منهم، تقليل من تاثيرهم. اي تقليل بالطبيعه معناها مش نجم يهربوا، نحكي على مستوى الشعارات. لا الفلسطينيين سيتم اقتلاعهم، العرب او المغاربه سيتم اقتلاعهم من فرنسا. هذا حلم معناها في نتاع ناس عنصريين ولا يتحقق. ولكن يتحول الى باراديغما سياسيه، يعني يتم استعمالها في الدعايه السياسيه. وكلامك صحيح عندما تقول معناها انه اليوم هناك معناها نوع من الخطاب في اوروبا اللي عندما اقول مش بكم معناها ما قلتوا حتى شيء على حرب اليمن والضحايا اللي فيها، شكون عمركم حكيتوا على غزه والضحايا اللي فيها؟ انتم عندكم 2000 موتى في اوكرانيا في حرب عندها 47 يوم،
في حين انه معنا في اغاثنا كانوا يموتونا كل نهار 2000 نحن. ايش كانوا يقولون؟ قلنا لا حذاري، هؤلاء يشبهونا، يشبهونا لنا، هذم اوروبيين كيف نحن. وبالتالي هناك اي معناها كما قلت سيادتك معناها تلويح، معناها خطابي لاساس انه معناها باش نعوضوا معناها جزء كبير معناها من الحضور المغاربي في اوروبا بحضور اوكرانيا. ولكن استاذ، ولكن هناك مشكله كبرى، وهنا نذكر بالتاريخ عام 95 عندما تم ضرب يوغوسلافيا السابقه، الكروات اللي هما كانوا حلفاء الغرب بعد ما فات الحرب مشاو كلهم من المانيا وفرنسا وكون واسوا ما يسمى بالمافيا معناها الكرواتيه. نفس الشيء عام 90 عندما سقط معنا الجدار جدار برلين، المافيا الروسيه وضعت يدها على معنا على الاقتصاديات واقتصاد الذل في بلدان اوروبا. نعم. اليوم ناكد لك حاجه، انه ما بين 4 ملايين اللي خرجوا من اوكرانيا واللي هما راهو الاوكران مفروض عليهم كيما التونس ياخذوا تاشيره باش يدخلوا معناها للقطاع شنغان. يبان لازم ناكد لك حاجه استاذي، انه عديد منهم الاربع ملايين هذوما ينتميوا الى شبكات الدعاره وشبكات معنا فني معنا اقتصاد الظل وشبكات معنا المخدرات. سي رفعت بهيب المحلل السياسي، نسالك على العلاقات الجزائريه الفرنسيه، شهدت توتر في عهدة ماكرون يعني اللي فاتت، كيفاش ترى مستقبل هذه العلاقات لو كانت تتجدد، يعني جدوا الفرنسيين العهد مع ماكرون؟ ماكرون راهو في وقت من الاوقات طلع الصوت معناها على الجزائر، ليس بعلاقه لا بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بالشعارات ولا بالرمزيات، لانه كانت فرنسا خسرت الحرب في شمال مالي وتريد الانسحاب، وكانت تطرح على الجزائر ان يتم تعويض الحضور معناها الفرنسي في عمليه بركان وعمليه تاكوبابي وجود الجنود او معناها الدرك الوطني الجزائري في شمال معناها مالي. ولكن الجزائر رفضت وارادت ان تكون هناك هزيمه للفرنسيين في معناها في شمال مالي، وهذا محصل اليوم. الفرنسيين ينسحبون تحت النار معناها من شمال مالي، والجيش المالي اصبح يتقدم معناها رويدا رويدا نحو المناطق الشماليه التي حرم من دخولها من طرف الفرنسي. الشيء اللي اليوم معناها فهمني ناكدوا لكم، انه بعد ما صارت معناها الازمه هذه قامت فرنسا ببعض الخطوات معناها نحو الجزائر، وتم اعاده معناها السفراء الى اخره، وتم فتح المجال الجوي الجزائري لعبور الطائرات الفرنسيه المنسحبه من مالي. لكن اكثر من ذلك استاذ، اليوم بعد هذه الحرب في اوكرانيا كل العالم وخاصه اوروبا، ولاحظناها في المده الاخيره كيف تقاطر جميع معنا في رؤساء الدبلوماسيات الاوروبيه على العاصمه الجزائر من اجل ايجاد حل لتعويض ولو جزء للغاز الروسي في اوروبا بالتعويل على ضخ اضافي من طرف الجزائر. ورينا كيفاش امريكا جات وحاولت ان تكون هي عراب هذا الاتفاق، وتم رفض هذا المطلب من طرف معنا الرئيس تبون عندما استقبل معناها رئيس الدبلوماسية الأمريكية في معناها في المرادية، وتم إعلامه أنه لن يتم هناك أي نوع من أنواع الضخ الإضافي إلا باتفاق الدول مجموعة الدول المصدرة للغاز، وهذا يعطي للجزائر دواء أكبر في المدة القادمة. أوروبا ستحاول، وهذه لاحظناها حتى في سياسة إيطاليا وفرنسا ومعناها ألمانيا، لا فقط باتجاه معنا الجزائر لكن أيضا باتجاه تونس. هناك محاولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في بلدنا، ولكن لا أضمن أن تركيا الدولة الأطلسية التي يعتبرها اليوم هي العصا الغريزة لأمريكا والحلف الأطلسي، لست معناها متأكد أن هذه الدول ومعهم أمريكا سيحفظون هذا السلم في منطقتنا، بل سيحاولون الضغط على الجزائر باستعمال معناها كل السحاب مالي ليبيا تونس غيرها. نبقوا في نفس السياق، انا اعرف جيدا مالي والمنطقه جنوب الصحراء هذه وما يكتنفها من تشنج ربما حتى انه ولاء لبعض الجهات. فرنسا ما خرجتش كان من مالي، خرجت سابقا من افريقيا الوسطى ونعرفوا يعني منذ فتره. اليوم تراش انه الجزائر من خلال انه هي عندها طريق الوحده الافريقيه ذاك اللي يهبط حتى المالي وتوقع تخدم على قطار يعني للجنوب، انه اكبر مستفيد مش يكون من الصراع هذه هي الجزائر. على المستوى الغاز موقفها كان واضح، ولا اظن اليوم ولا غدوه مش ياثروا عليها ويزيد ضخ الغاز، خاصه انه الانبوب اللي كان سيمر عبر المغرب لاسبانيا تم الغائه.
تم غلقه معناها هو أي. تم انجازه اي ما كانش كبير استاذي هو معناها يعدي كان 8.2 معناها مليون متر مكعب معناها سنويا في حين انه الخط 500 متر اللي تعدى من تونس يزيد 33 مليون متر مكعب وينجم توصل معناها في الطاقه نتاعو الى 40 مليون معناها متر مكعب سنويا لهنا استاذي موافقك انا في مساله معناها الانسحاب الفرنسي اللي كان معنا انسحاب معنا بعد حرب اهليه في افريقيا الوسطى اليوم معنا فرنسا عندها مشاكل كبيره في بوركينا عندها معنا انسحاب في من اسمها من تخسر في تخسر في مواقعها يعني اللي في افريقيا يعني تدريجيا ومن يعوضها استاذي ومن يعوض هذا هو الاهم اللي قاعد يعوض فيها اليوم واضح استاذي في تشاد اسرائيل اي تشاد اسرائيل وتركيا معنا فهمني ولكن معنا فهمني على مستوى التسليح نعم على مستوى التسليح معنا يبدو انه معنا روسيا معنا فهمني ستكون موجوده ولكن استاذ اللي عندما تحط الخارطه نتاعنا توا نتاع افريقيا وترى الدول التي معناها معناها تكون اول معناها كيف نقولوا هي شريك لها اقتصادي هي الصين نعم تبقى معنا 90% استاذي معناها من الدول اصبحت معناها اليوم تعتمد على الصين كاول معناها مصدر واول مورد واول شريك اقتصادي واول مستثمر واول مستثمر الصين عندها مئات الشركات عندها مئات الشركات مستقره دائمه في الصين ولهنا نربط بالكلام اللي قلته سيادتك انت معناها فهمي حاول معناها فهمي معناها علاقه الجزائر ببقيه الدول نعم. قلت لك الجزائر صحيح معناها حلت توا الطريقه هذه معناها فهمي العابره للساحل والصحراء واللي من قوسين مربوطه بتونس راهي يعني اليوم من تونس بالسياره نتاعك تقدر توصل حتى لاغوس عاصمه العاصمه الاقتصاديه على الاقل نتاع نيجيريا نيجيريا تنجم تتعدى معناها نيامي تنجم تتعدى الباماكي تنجم تمشي حتى معناها لابيجان في الكوت ديفوار دونك معناها تحلت امام الافق كبيره ولكن قبل ما توصل تعمل وتنهي هذا المشروع وتنجزه كان معناها فهمني للجزائريين مشروع اعظم واقوى اللي هو التشبيك الاقتصادي مع مع الصين نعرف اللي راهي اليوم معناها في الجزائر هناك مشروعين معناها عملاقين المشروع الاولاني هو اللي قريب لنا اللي هو معناها استغلال الفوسفات واللي كلفه انجازه 7 مليار دولار في على ظرف معناها في ظرف عامين من طرف الصين في الجزائر والمشروع الاخر وهو ميناء الحمدانية وهو من معناها سيجعل معنا الجزائر احدى المناطق الاكبر على مستوى اللوجستيك البحري في معناها البصا معناها البحر الابيض المتوسط معناها في المنطقه الغربيه نتاعو وهذايا يجعلنا بالحق نخمو هناك تغيرات كبرى اليوم قاعده تصير في منطقتنا ونحن لا نتابعها ونسمع في بعض من الاصدقاء الاقتصاديين ومش الكل الحمد لله معنا من البعض معنا اللي ينتميو معنا للمدارس الليبراليه وغيره قلنا ليست لنا اي معنى فني حل اخر الا ان نمشيو معنا للبنك الدولي والدول الغربيه وقولوا لهم راهو باعتراف بلسان السيد معنا فني المستشار الالماني يقول انا اخاف على التبعيه الكبرى لاقتصاد المانيا لشكون؟ للصين. يعني اليوم العالم تحول ولكن نحن لم نغير لا في نظرتنا ولا في طرق عملنا ولا معنى في تقييمنا للقوى الحقيقيه اليوم في العالم. سي رافع نسالك سؤال على تونس العلاقات الفرنسيه التونسيه كيفاش تراها في المستقبل اذا تعاود تم انتخاب يعني ماكرون في هذه الانتخابات وهل من مصلحه تونس ان يبقى ماكرون ويفوز في هذه الانتخابات؟ هو ان يبقى ماكرون او يذهب هذا معنى الشعب الفرنسي سيحدد واحنا نحترم الشعوب ونحترم اختياراته طبعا على مصلحه تونس يعني احنا نحكي ولكن ماكرون سيفتي معنى سيواصل في نفس السياسه معنى راهو في فرنسا تسال الناس تقول لهم علاش ستعيدون انتخاب ماكرون شو يقول لك؟ يقول لك معناها لقد ضربت المدة نتاعو معناها المدة نتاعو بمعناها مشكلة هذه الكوفيد معناها أولا معناها الكوفيد أي. ولكن معناها عندما يتم انتخابه وترجع معناها الحياة إلى دورتها العادية وتعاود تلقى معناها الفترات الصفراء في الشوارع أو التحركات العمالية ومعناها المطالبات الاجتماعية وسيتم معناها مواصلة معناها المدة معناها المدة الرئاسية نتاع ماكرون ولكن بالنسبة لتونس احنا لازمنا نسرع اليوم في تضمين وضعنا الداخلي الانتخابات والاستفتاء غيره ونعيد بناء معناها المؤسسات نتاعنا الدستورية خاصة اللي عملناها من قبل
حتى نتمكن معناها من النقاش ومن التفاوض مع الدول الأخرى انطلاقا من وضع داخلي تم معناها تم تنظيفه. لأنه أردنا امتنانا الأوضاع اللي كانت عنا في بلادنا كانت عنا ناس تمثل مصالح بتاع دول أخرى، فهمني؟ البرلمان كان يتعارك ويتضارب وناس معناها توصل معناها إلى حد العنف باش تمر اتفاقية اقتصادية مع دول أخرى شركة معينة. نعم. اليوم لازمنا بالحق نحسن من الوضع الداخلي نتاعنا، نعيد قراءة الأوضاع في الإقليم نتاعنا، نعيد بناء علاقات مع الدول على أساس الاحترام وعلى أساس الورقات القوة اللي عن تونس. أنا وسيت عن مسألة أنت على من علاقة تونس بفرنسا، أكدت حاجة فرنسا هي من أكثر الدول اليوم اللي تخاف أن تونس تدخل في أوضاع معناها غير مستقرة. علاش؟ لأن تونس أردنا كرنا هي آخر خط يحمي أوروبا معناها من الموجات البشرية اللي تأتي من الساحل والصحراء. ومعنى فهمني ومعناها وضيفك الكريم يعرف اللي اليوم مع الأوضاع اللي تخلق هذه متاع المجاعات اللي تصير في إفريقيا الجنوبية بقصية مش تصير في تونس، تصير في بعض بلدان جنوب الصحراء إلى آخره، ستكون هناك موجات كبيرة من النزوح ومن الهجرة التي ستأتي إلى تونس وإلى بلداننا. وعندها تونس ستلعب دور أساسي في السلم معنى فهمني الإقليمي بأوروبا وإفريقيا والبحر الأبيض والأسود. وهذه خلينا نحكي وعلى ملف الهجرة سرافة عطبيب بربي بإيجاز بخصوص ملف الهجرة وحماية تونس يعني الحدود الأوروبية ولعب دور في الحد من تدفق المهاجرين باتجاه أوروبا. كيفاش بشترى يعني في المستقبل دور تونس؟ هل ستحصل على دعم من فرنسا وإيطاليا بخصوص هذا الملف؟ أستاذي نقول مثل ما حكى ظهرك سوى ظفرك. أنت ما طبت شيء، لم تكن لنا دبلوماسية معناها تشقول قوية ودبلوماسية معناها هجومية اللي تمشي وتطرح معناها هذا الملف على الطاولة وتضرب وتقول أنا كمعناها كيف كما الدول الأخرى كما تركيا كما الأردن كما معناها عديد الدول معناها في آسيا معناها الشرقية عندما جاءها موجات كبيرة من المهاجرين لأسباب عديدة حرب مشاكل بيئية إلى آخره على الدول أن تقف إلى جانب. إحنا جاونا زوز ملايين من معناها من المهاجرين في 2011 بالرغم أن إحنا الحرب هذه قامت بها دول أخرى على حدود نتاعنا يعني أساسا على أوروبا وفرنسا، ولكن لم تتحرك الدبلوماسية نتاعنا وتطالب التعويضات. اليوم علينا أن نطالب التعويضات، وخاصة أنه اليوم ما نعرفش معناها قاعدين كراه ولا لا، ولكن اصبحت عندنا جاليه كبيره جدا من ابناء معنا الدول الافريقيه جنوب الساحل والصحراء. هي استاذ احنا لسنا دوله هجره، احنا ما عندناش اقتصاد معناها اللي يفرض علينا انه نستقبل مهاجرين، وبالتالي قاعدين ندفع في الفاتوره، وبالتالي على الدول الاوروبيه ان تدفع هذه الفاتوره. او انا كيما عملت بعض البلدان الاخرى وراتهم الوجهه وقلت لهم تفضلوا معناها فهمني واصلوا المسير. يعني دور كبير أمام الدبلوماسية التونسية وزارة الخارجية والدولة التونسية في خصوص ملف الهجرة للمطالبة بتعويضات وحق تونس. إذا تونس باش تلعب دور في حماية الحدود الأوروبية فمن حقها تتوفر لها برشا يعني متطلبات وبرشا آليات للعب هذا الدور. سرافة عطبيب المحلل السياسي، مشكور جدا على قبول الدعوة وحضورك معنا للحديث على الانتخابات الفرنسية. شكرا جزيلا لك. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من غيكاب ميدي. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. تحية الأمن أبو خيد في الإخراج التقني، سهيل في الديجيتال، أنس الهمامي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي من الصنار حتى التوا في غيكاب ميدي. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في غيكاب جديد في لمن. Tout de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية.